الاشكال اللي كيكون هو ملي كتكون وقفات احتجاجيه في جميع القطاعات ماشي غير عندنا فقط، دائما كيكون مشكل التواصل ما بين المشغل وما بين العمال او الموظفين. حالتنا احنا في الجامعه الحضريه طنجة وانا تقدمنا بملتمس حوار مع الرئيس اللي ما استجبلوش. ملتمس حوار مع الرئيس ماشي من اجل مطالب، من اجل حقوق مكتسبه ديجا حددها القانون ووضحها واضحه بوضوح شمس بالنهار. غير فقط نؤكد عليها على ان هاد الحقوق المكتسبه ما كنعتبرهاش مطالب انايا، لان الحقوق المكتسبه ديال العمال والموظفين ديال الجامعه كان خاص يتفتح حوار جاد ومسؤول مع هاد الفئه دون لجوء الاشكال الاحتجاجيه مثل اللي وقع اليوم. ما انذروا به وهو انه الا بقات الاذن صماء وما استجباتش لهذه الفئه راه طبيعي جدا ان الوضع يتطور مستقبلا لاشكال نضاليه اخرى لاشكال احتجاجيه من اجل انه يتفتح باب الحوار. يا للاسف وصلنا في اخر المطاف انه نطلبوا او نحتجوا من اجل الحوار. كيف ما كتلاحظوا فاحنا في اطار واحد وقفه احتجاجيه اللي نظمتها نقابه الاتحاد المغربي للشغل اللي كينضوي تحت اللواء ديال موظفي ديال جماعه طنجه. طبعا كيف ما لاحظتوا فكاين هناك ملف مطلبي مسطر فيه مجموعه ديال المطالب ديال الموظفين والمعمل، ولكن بصفتي رئيسه جمعيه الاعمال الاجتماعيه فغنهضر على المطالب اللي هي اجتماعيه. عندنا ثلاث مطالب اساسيه حاليا، وهو عندنا مطلب ديال السكن الاجتماعي او بقع ارضيه او شيء من هذا القبيل. فاحنا كموظفين نطالب، طالبنا ونطالب وسنطالب بهذا الملف، ملف سيتحقق ويخرج الحيز الوجود، لان كنمشيو على خلفيه السيد العمده. عطانا وعود، عطانا وعود كثيره على هذا المطلب هذا، وعطانا وعود الشرف انه غيحقق لنا هذا الملف. حنايا ما كنكذبوش السيد العمده، ولكن كنطلبوا منه انه يحقق لنا هذا المطلب اللي هو كنعتبره من المطالب الآنية. كاين واحد المطلب اخر اللي هو كنظن حيوي جدا، وهو مطلب ديال المقصف داخل مقر الجمعيه. كيف ما كتلاحظوا رغم شهاقه هذا المبنى، رغم تعدد المرافق، الا ان ما كاينش واحد المرفق اللي كيهم الموظفين وهو مرفق حيوي، مرفق المقصف. حنا كيف ما كتعرفوا حنا بشر عندنا احتياجات، كنخدموا بتوقيت المستمر اللي كيبدا من 9:30 الى غايه 4:30، كنسنيو في الدخول وفي الخروج، يعني ملزمين اننا نبقاو داخل مقر الجماعه. فبالتالي حنايا احتياجات كالغذاء الى غير ذلك، فنطالب. اضف الى ذلك، خلي الغذاء الى غير ذلك، عندنا ناس اللي هما مرض كيحتاجوا انهم ياكلوا مره، كاين ناس اللي مرض بالسكر، كاين ناس مرض التونسيون، ناس بالقلب الى غير ذلك. احنا جينا اليوم باش ناكدوا اولا وقبل كل شيء على المسيره ديالنا النضاليه، واحد مجموعه ديال المطالب اللي سبقنا جلسنا مع العمده، اتفقنا مع على واحد مجموعه ديال المطالب ولحد الان باقي ما تحقق حتى شي مطلب. كاين مطالب اللي هي بسيطه بحال البطائق المهنيه. البطائق المهنيه احنا دابا عامين ونص على المجلس ولحد الان باقي ما عندناش هاد البطائق المهنيه. كاين ملف اللي هو الملف اللي هو مهم بزاف، هو الملف ديال السكن. السكن هو كان من قبل كنا كنستافدوا من السكن الاجتماعي بواحد الثمن اللي غنقولوا مناسب. الان كنا جلسنا مع العمده على اقتناء القطعه الارضيه باش يستافدوا جميع الموظفين. لحد الان هذا المطلب هذا اللي عندنا هو الاهم، باقي ما تحقق منه والو. وكنأكدوا باننا جلسنا مع العمده مرارا وتكرارا، وعلى داكشي جينا على هذه الوقفه هذه باش ناكدوا على المطالب ديالنا، ونتمنوا ان شاء الله يستجبوا في اقرب الوقت ان شاء الله بحول الله. السبب ديال هذه الوقفه جات عبر سلسله من الحوارات بين المكتب النقابي وبين السيد العمده، يعني هناك مذكره طلب لقاء الاول والثاني والثالث، لكن تفاجئوا بان المكتب النقابي ما كاينش شي رد، ما كاينش شي جواب، واليوم عملنا بحال شي وقفه او حوار طلب، حوار جماعي، جينا جماعه
يعني كدليل على الغضب ديال الموظفين والموظفات ديال الشغيله الجماعيه ديال الفرع ديال طنجه، وكصرخه ديال الموظفات والموظفين اللي يعملون بقطاع الجماعه الترابيه، وهذا بمثابه نداء الى السيد عمده المدينه انه يحل المشاكل ديالنا اللي هي بسيطه جدا في متناول اي موظف تكون عنده. هاد المطالب على المستوى المحلي ماشي شي مطالب كبيره. الى من بين هذه المطالب هناك نقطة ديال التأمين ديال حوادث الشغل. كان هذه النقطة ديال هذا الملف ديال التأمين كان وما بقاش، كان مكتسب وما بقاش تحيد. يعني تفاجأنا مؤخرا كاين الإخوان ديالنا موظفين وتعرضوا لحوادث، حوادث ديال الشغل. حقوقي حقوقي تمضي حقوقي لن أنساها ولو أعدموني حقوقي حقوقي.